ومن معانا بعد هذا المتصل؟ انت عارف المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ ماريا عبد الرحمن. ماريا عبد الرحمن. محمد. ماريا عبد الرحمن محمد. يا ماريا، وسؤالك يقول: من الصحابي الذي قام بقتل أبي جهل؟ عبد الله بن مسعود. والإجابة صحيحة، صحيحة، عبد الله بن مسعود الذي قام بقتل أبي جهل. شكرا.